فإن شئتم سلاما لن تخيبوا، وإن حربا فخيلي لا تبالي، عدو الشعب لن يبقى طويلا. هكذا كانت رسالة هذا الجندي لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح. فهذا الجندي هو من منتسبي اللواء 21 ميكا المرابط في صحراء سيلان غربي محافظة شبوة، حيث كان هذا اللواء على موعد للاحتفاء بتخرج الدفعة الثانية المتخصصة في المهارات القتالية الخاصة. وتأتي اليوم فعالياتنا هذه في ظل الانتصارات العظيمة التي حققها الجيش الوطني مع المقاومة الشعبية في جميع الجبهات، سواء في صنعاء أو في اتجاهات تعز أو في اتجاهات الأخرى. وفي هذه الفعالية التي حضرت قيادة الجيش الوطني ومسؤولين في السلطة المحلية بالمحافظة ورموز المقاومة في شبوة ومأرب، استعرض الخريجون مهاراتهم القتالية التي أخذوها في الدورة. هذا اليوم ونحن نحتفل بتخرج الدفعة الكتيبة الثانية قوات خاصة، طبعا في اللواء 21 اللواء البطل الذي كان له السبق الكبير في دحر الإمامة في عام 1962، وها هو اليوم يسطر البطولات في دحر الإمامة والحوثية في 2016. حماس كبير أبدى أفراد هذا المعسكر تأهب للمشاركة في معركة الحسم وتحرير بيحان والمناطق الأخرى الخاضعة للحوثيين. إن شاء الله بإذن الله سيكون الحسم القريب لتحرير منطقة بيحان وكل شبر بإذن الله عز وجل من بلادنا من شمالها إلى جنوبها، من أقصاها إلى أدناها. والعدو أصبح في هذه اللحظات على وشك الانهيار. إذن هي مهمة كبيرة أمام هؤلاء الجنود وغيرهم في معسكرات الجيش الوطني لبدء معركة تحرير بيحان وتخليصها من الميليشيات. وبين الاستعدادات والتحضير للمعركة يترقب أبناء بيحان وشبة عموما ساعة الصفر التي طال انتظارها. إبراهيم حيدرة لقناة بلقيس شبوة.